أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا، حلقة جديدة معنا في معرفة المسيح وعقيدة المسيح. كنا شاهدنا في المرة الأخيرة أهمية الخلاص بالإيمان، وشفنا بأن الخلاص يعني الخلاص من الموت الأبدية والخلاص من جهنم الأبدي يتم عن طريق موت المسيح على الصليب. يعني ذلك مش بأعمالنا، مش بخلقنا وسلوكنا، ولو هي سلوك وخلق حسنة، هذا ما ينفعش باش الإنسان يسد الدين اللي فيه مع الله. وذكرنا أن موت المسيح هي ضرورية وأساسية، وهذه هي يعني فكرة مهمة جدا بالنسبة للعقيدة، عقيدة المسيحية. وذكرنا أيضا في الحصة القادمة بأن موت المسيح كانت مذكورة من قبل قرون، عدة قرون قبل، من جانب بعض الأنبياء، من بينهم داود وإشعياء وآخرين. وشفنا كيفاش أن هذا الموت كانت يعني ضرورية لفك مشكلة الخطية. وشفنا كذلك بأن موت المسيح على الصليب هي لكل واحد، لأن المسيح مات من أجل كل مخطئ، ولكن الخلاص مش لكل واحد، لكن لكل من يؤمن بأن المسيح مات من أجل خطاياه. هذا هو الشرط الوحيد والكافي باش الإنسان يخلص دينه من عند الله. وربما هذه تبان حاجة سهلة، يعني يكفي باش نؤمن. ونحن نعلم أن الإنسان طبيعته يريد يجيب الأمور من عنده، يعني ويريد يعني بأعماله وإلى آخره يعني يكون يعني خلاص. ولذا هذه الفكرة يعني فكرة الخلاص بالإيمان تبان يعني فكرة غير مقبولة، ولكن هذه هي الحقيقة اللي هي موجودة في الكتاب. لا يمكن الخلاص إلا بالإيمان، والإيمان بالمسيح. ونزيد نفكر في هذا الأمر ونكمل فكرتنا بالنسبة لهذه العقيدة، يعني العقيدة الإيمان بالخلاص. فإذا فكرنا ليش الله دفع ابنه الوحيد وهو المسيح باش يموت من أجل خطايانا، بعد ما نواصل لازم نوضح أمر صغير، وأن هي قضية ابن الوحيد. ربما هذه الكلمة ابن تصطدم بالعقول، وبعض الناس يرفضوا هذه الفكرة، وهذا نقدر نفهمه. قضية وفكرة ابن مش يعني أن الله عنده ابن كما أنا ابن أبي، حاشا، وأن الله ما عندوش ابن يعني نسلي. وفكرة ابن هي معنى أنه فكرة إلهية، كما نقولوا أنا ابن الوطن. هذا ما يعنيش بأن الوطن عنده ابن، ولكن أنا أمثل الوطن. وفكرة ابن الله معناها أن المسيح يمثل اللاهوت، وهو يعني يعتبر كإله. ولذا الله يقول ابن، دفع الله ابنه. فبعد ما وضحنا هذه الفكرة نطرح سؤال: يا هل ترى لماذا الله دفع الثمن الغالي ألا وهو ابن المسيح؟ فهذه تعتبر يعني بالنسبة للإنسان المذنب المخطئ كهدية من أغلى ثمن. فالله هو يمد هذا الهدية لكل واحد، وأنت يعني مسؤوليتك تقبل أو لا تقبل هذا الهدية. ونكرر ونقول ما هو الدافع، يعني الشيء اللي يدفع الله باش يمد هذا الثمن وهو أغلى ثمن، هذا الهدية. ونحن نعلم أن الإنسان ما يستحقش هذا الهدية بهذا الثمن، لأنه إنسان مذنب وإنسان يعني يعيش في الخطية وبعيد عن الله.
فلماذا الله دفع هذا الثمن الغالي؟ فخلينا نقرأ مع بعض واحد الآية اللي غادي تجاوبنا على هذا السؤال. الآية موجودة في إنجيل ونقرأها مع بعض لو سمحت. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الآية واضحة كتير وتقولنا ما هو السبب اللي دفع الله باش المسيح يموت على الصليب. وكما قرينا في هذه الآية أن السبب هو أن الله أحب العالم. ممكن هذه أول مرة تسمع بهذه الفكرة أن الله يحب الإنسان. نعلم أن الله عنده صفات كثيرة، الله خالق، الله قوي، الله جبار إلى آخره، ولكن الله محبة هذه صفة مش معروفة كثير من صفات الله. والآية تقولنا هنا في الإنجيل أن لأنه الله أحب العالم لهكذا دفع ابنه. إذن هذا شيء ممكن العقل ما يقبلوش، كيفاش الله يحب العالم؟ فعلا وأنا موافق معك هذه شيء العقل، عقل الإنسان اللي هو يعني ليميتي كما يقولوا ما يفهمش هذه الأمور الإلهية. نعطيك مثل، تحط كاس ماء فوق الطابلة عمر وتحط حداه كاس شوية كبير عليه خاوي، وتولي الصباح كي تجي رايح تشوف باللي الماء اللي كان في الكاس رجع في الكاس الكبير والكاس هو معمر. هذا شيء يعني خارق للعادة، مين جاء الماء اللي عمر الكاس؟ فهكذا بالنسبة للأمور الإلهية كاين شي أمور نقدر نفهمها بالعقل وأمور أخرى لازم نقبلها بالإيمان. فقضية الله محبة هي من بين الأمور اللي العقل الإنسان ما يتحملهاش كمنطق، لكن نقبلها بالقلب، يعني نقبلها بالإيمان. فالآية تقول لهكذا لأن الله أحب العالم، يعني كل واحد في هذا العالم الله أحبه، يعني مهما كانت جنسيته، مهما كان جنسه أفريقي أوروبي آسيوي ولا، هكذا الله أحب العالم. وتقول الآية لكي كل من يؤمن لا يهلك بل يخلص. وهنا الآية واضحة وتعطينا يعني السبب والمبرر لمجيء المسيح ولموته على الصليب. وإذن الخلاص هو مفتوح، باب الخلاص مفتوح لكل واحد. ولكن الآية تزيد وتقول الله ما بعتش المسيح باش يعني العالم يهلك ولكن باش العالم يخلص. ولكن كما تكون يعني الضوء لما نشعل الضوء يكون يعني البلاصة اللي نشعل فيها الضوء فيها يعني إنارة، ولكن الضوء ينتج بعض الخيال. وهكذا مجيء المسيح جاء هو يعني كضوء للعالم ولكن فيه بعض الخيال، ستادير يعني فيه ناس ما يقبلوش بأن المسيح جاء من أجل خطاياهم، لأن هذه الأمور ما تقبلش بالفكر، لأن الفكر نتاعنا محدود ويعني كل ما يخرج من المنطق ما نقبلوش. وهكذا تقول الآية لأن الله أحب العالم. وهكذا يعني الخلاص هو متكون إلا على الإيمان وفقط. وبالنسبة لله فيه اثنين أنواع من الناس، اللي يؤمن بالمسيح كمخلص واللي ما يؤمنش. والآية تقولنا اللي يؤمن تكون له حياة أبدية. ما معنى حياة أبدية؟ معناها حياة تبدأ من يوم وين يكون يعني الإنسان يقبل المسيح، يبدأ حياة جديدة مع الله.
ولذا يعني ما ننتظرش حتى نموت ومن بعد نشوف كيفاش نعيش مع الله. الآية تقولنا من اليوم من الإنسان المذنب المخطئ يقبل يؤمن بأن المسيح يعترف أن المسيح مات من أجل الخطايا يصبح خليقة جديدة ويبدأ حياة جديدة مع المسيح. دن فيها شروط لازم نعرف نستعرف بأن المسيح جاء من أجل خطايا باش يموت من خطايا. وثانيا نستعرف ونقبل بأنه مات من أجل خطايا أنا كشخص. وثالثا البركة اللي نالها هو أن تكون حياة أبدية لي. فالخلاص هو يعني قضية شخصية، يعني تقدر اليوم أنت أو أنت تجي للمسيح وتقول له راني مستعرف بأنك جيت من أجل خطايا باش تموت من أجل خطايا، واليوم راني قابل باش نؤمن بك ونسلم حياتي ما بين أيديك وتعطيني حياة جديدة باش نبدأ حياة جديدة مع المسيح. وكل من آمن بالمسيح مهما كانت يعني خلفيته عمره ما يندم على هذا الشيء. وفيه أمثلة كثيرة و ناس من خلفيات متعددة استعرفوا بأن المسيح جاء يموت من أجل خطاياهم وأعطاوا وسلموا حياتهم بين أيدين المسيح. وكل الناس اللي عرفتهم مروا مع هذا الطريق عمرهم ولا ندموا ولو دقيقة على يعني الشيء هذا، والله أعطاهم يعني سلام في قلوبهم وأعطاهم يعني فرح كبير. وهذه نقطة مهمة أيضا في عقيدة المسيح أن الله الله محبة. وباش نختم كلامنا هذا، المسيح وصى تلاميذ نتاعو وقال لهم كاين حاجة واحدة باش يعرفوكم أنكم تلاميذي، لما الناس يشوفوا المحبة محبة الله من بينكم. ما خلاهمش يعني وصايا أخرى إلا هذا الوصية المحبة. ولذا لما الإنسان يؤمن الله يجعل في قلبه هذا المحبة اللي عنده هو. ونشكركم على انتباهكم ونقول لكم إلى اللقاء في حلقة تانية، وإلى ذاك الوقت الله يبارككم ويكون معكم. شكرا.